بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى. كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. ملفنا لهذا اليوم تركيا روسيا، من حرب القرم إلى حرب سوريا. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رادار. لروسيا أعداء تقليديين بالمنطقة، منهم تركيا، وما يهمنا هنا تركيا، حيث يفرض التدخل العسكري الروسي في سوريا المزيد من الأعباء والأعداء على حد سواء. على تركيا التي أصبحت اليوم في موقع صعب للغاية تحسد عليه مع تفاقم تداعيات الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات ونيف، كما يفرض هذا الدور الروسي الرئيسي المتجسد الماثل على الأزمة السورية كما ونوعا، على تركيا المزيد من التحديات التي لا قبل لتركيا بها، بما يعقد حساباتها الصعبة أصلا في المعادلة السورية. هنا وفي هذا السياق يمكننا القول أن التدخل العسكري الروسي في سوريا سيفرض على تركيا 3 تحديات رئيسة على أقل التقديرات، وهي: التحدي الأول يتعلق بجغرافية الانتشار العسكري الروسي في سوريا وأثره على الوضع التركي. التحدي الثاني يتعلق بنوعية الانتشار العسكري الروسي ومطلب تركيا إقامة منطقة آمنة المرفوض جملة وتفصيلا من أمريكا. التحدي الثالث يتعلق بهدف روسيا النهائي في سوريا وتأثيره على موقف تركيا من نظام الأسد وبالتالي الشعب السوري. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول جغرافية الانتشار العسكري الروسي في سوريا، وهل عين روسيا على تركيا وأقدامها في سوريا حقيقة أم وهم؟ المحور الثاني نوعية الانتشار العسكري الروسي ومطلب تركيا إقامة منطقة آمنة، وما الذي يهدف إليه الروس كهدف نهائي في سوريا وتأثيره على موقف تركيا من نظام الأسد. ضيوف حلقتنا لهذا اليوم كل من البروفيسور صلاح عدس على المحور الثاني، والأستاذ الدكتور عارف عبيد، والأستاذ الدكتور أحمد الهواس، واللواء الركن الطيار مأمون أبو نوار. سنناقش كل ذلك مع الضيوف الكرام، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. هل الساحة السورية والشعب السوري الآن ساحة لتصفية الحساب بين الروس والأتراك أصحاب العداء التاريخي منذ عام 1783، حيث استغلت موسكو أنذاك وجودها البري لإزعاج العثمانيين وكسب المزيد من الأراضي من خلال إراقة الدماء والتسبب في مزيد من الدمار؟ وسريعا ما توسعت موسكو في عملياتها البحرية من البحر الأسود إلى بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك سارعت القوى الأوروبية للتصدي لروسيا عند مضيقي البوسفور والدردنيل، وأدت المنافسة إلى اندلاع حرب أخرى في جبهة جزيرة القرم، تلك الحرب التي وقعت في الفترة بين عامي 1853 و1856. شنت تلك الحرب نتيجة لعدم رغبة بريطانيا وفرنسا في السماح لروسيا بالسيطرة الكاملة على البحر الأسود على حساب الإمبراطورية العثمانية، والتي أرادت أن تفرض سيطرتها على المنطقة. ولم تكن تلك الحرب مجرد معركة محلية فحسب، بقدر ما كانت عرضا مسبقا للحرب بين العالميتين المقبلتين كما حدثت فيما بعد. ووفقا للوثائق خسرت روسيا تلك المعركة وانتصر العثمانيون، بينما في الحقيقة كانت القوات البريطانية والفرنسية هي المنتصر الحقيقي في الحرب نيابة عن العثمانيين. ومع ذلك أساء قادة الإمبراطورية العثمانية فهم ذلك النصر وشعروا بالسيادة فركنوا إلى الخمول. وفي الوقت ذاته استغل الروس الهزيمة بشبه جزيرة القرم واتخذوها فرصة لتنفيذ عدد من الأصلاحات المهمة. وفي النهاية لم تمنع الإصلاحات من زوال نظام القياصرة، ولكن كانت وتيرة سقوطهم أبطأ من السقوط الذي لحق بالعثمانيين. وهكذا في نهاية القرن 19 كانت روسيا على استعداد لفرض سيطرتها على الإمبراطورية العثمانية في القوقاز والبلقان والبحر الأسود مرة أخرى، وهي اليوم تزحف بجيوشها نحو سوريا متدرجة بالتصعيد وعينهم على تركيا. فهل فهم الأتراك الرسالة أم لا؟ وهل أتى الروس للضغط على الأتراك عدوهم التقليدي اللدود أم الثوار أم لحماية بشار الأسد
أم لتصفية الحساب مع الغرب الداعم لأوكرانيا وأنبوب الغاز المتوقف؟ أم لتأديب دول النفط المنافسة؟ أم لنصرة تنظيم الدولة التي يوضع فوق سواري إعلامها بكل أسف جهاز إرسال ينبه طائرات الروس أن هذا موقع للتنظيم لا تقصفوه؟ نرحب بضيوفي على المحور الأول من الأستاذ الدكتور عارف عبيد والأستاذ الدكتور أحمد الهواس واللواء الركن الطيار مأمون أبو نوار. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من اللواء الركن مأمون أبو نوار. سيدي، كيف ترى قراءتك للمشهد العسكري الروسي بسوريا وهذا التدرج بالتصعيد كما ترى؟ تفضل سيدي. نعم، شكرا لك واستضافتي وللأخوة للضيوف الحلقة. لكن يعني كل الحملة كانت، خلني ألخصها بطريقة، هي منع سقوط النظام والحفاظ عليه. لذلك هنا وكانوا طلبوا منهم الضباط السوريين النظام، طلبوا من النظام التوجه إلى اللاذقية ونقل مكانه خوفا على سقوط النظام بذلك الوقت. الآن يعني الهدف الثاني اللي حققته روسيا هي منع منطقة أمان الطيران، حظر الطيران والمنطقة العازلة. أيضا فرضت ذلك من خلال يعني السفن والبوارج الروسية كانت تحمل صواريخ الـ F-300. هاي بطبيعتها يعني هي عبارة عن رادارات إنذار مبكرة وتستطيع تقية كل سوريا، وبذلك فرضت أيضا حظر طيران ثانوي آخر بالإضافة إلى منع بقوع هذا. طبعا هذا انعكس وسوف ينعكس على تركيا وأوروبا، ولاحظنا شغلة المهاجرين هاي إلى آخره. لو قامت مثل هذه المناطق العازلة لما حصل هذا يعني، وكان هنالك ترتيب ويعني المفاوضات على الحلول السياسية تكون أفضل. لكن هو منع ذلك كليا. الآن بطالب، وكما يعني رأينا أنه حصل على بعض تنازلات من الناتو والرئيس الأمريكي بأن يبقى النظام في الفترة الانتقالية السياسية، وسموها الإدارة الانتقالية بهذاك الوقت، أعطوها التعبير. لكن هذه الحقيقة يعني لا أعتقد أنها ستؤدي إلى شيء. هو سوف يذهب فيما لو، يعني هو يطالب في انتخابات مبكرة الحقيقة. الآن الوضع يعني معقد جدا، وخاصة بما يخص السماء المزدحمة. الروس لن يتفاهموا مع الأمريكان بهذا الخصوص. يعني بتعرف مثل الطيران، استخدام القوة الجوية بده قوة مركزية وقيادة وسيطرة مركزية التي تسيطر عملياتها. يعني الروس لن يرضوا أن يكونوا من ضمن خطة الحرب ضد داعش، لأن الأمريكان بقودوا أن الحملة والقيادة المركزية. يعني بتوقع أن يكون هذا سبب رئيس، والاختلافات سوف تستمر وكما هو حاصل الآن. الآن طلع اختطف أيضا شغلة تانية، هو الحقيقة بحركته هذا اختطف سوريا كاملة. أيضا أقول أنه يعني تأليف الحلف الرباعي اللي صاير، هو ازداد من النفوذ الشيعي والجهاد الشيعي في المنطقة لتسيطر على المنطقة ككل. يعني هاي ربحتها. طبعا هو يعمل ذلك من خلال أنه أن يحصل على تنازلات أو صفقات، لأن الوضع في أوروبا وخاصة تغلغ الناتو والدول الأوروبية في أوروبا الشرقية الحقيقة اللي كانت تحت الإمبراطورية الروسية بهذاك الوقت، يعني خلاه يقوم بمثل هذا. أيضا العملة الروسية 40% نازلة، هنالك تضخم، خسر في البترول كتير، وكذلك العقوبات المفروض عليه وأزمة القرم الحقيقة أوكرانيا. فهذا كله يعني هو يحاول أن يحصل على بعض التنازلات من هذا التدخل. الوضع يعني صعب جدا في المنطقة. لكن أنا مع كل هذا يعني أقول الاحتكاك أيضا الجوي أو التحرش الجوي، خلنا أقول في تركيا، هذه كلها رسائل للغرب والناتو. أيضا ضرب 26 صاروخ من قزوين بيعالج يعني كما هن بيقولوا العمليات الإرهابية داعش وإلى آخره، سقوط 4 منه. يعني هذا إحراج، حتى سقوط 4 هذه الصواريخ يعني نوع من الإحراج، وأثر عليه. يعني كان هنالك حرب نفسية عليهم من قبل الغرب بسقوط هذه الصواريخ، بالعلم يعني التوماهوك برضو بعد مرات بسقط منه، وأخذ
قدرت الأمريكان فترة طويلة من الزمن لتصحيح مسار هذه الصواريخ والآخري، لكن هو الحقيقة بالرسائل اللي برسلها أنه أنا لاعب رئيس في العالم. أنت أنا يعني هذه ضربة الصواريخ هي عبارة عن رد على الدرع الصاروخي أيضا في أوروبا، واللي بتحاول الأمريكان أن ينشروه في أوروبا الشرقية. أيضا كان بإمكانه يعني بدل ما يضربهم من بحر قزوين يضربهم من الساحل الشرقي اللي هي قريب، بوفر يعني المصادر الحرب اللي عنده أو الموارد الحرب، لأنه الصواريخ مثل هذه باهظت الثمن الحقيقة. وأعتقد أنه يعني مدة ضربة الإصابة فيها دقتها ليس بهذا يعني بحدود الألف زائد متر. فهذا الوضع بشكل عام يعني بسط يعني أقول الهجمات الأخيرة اللي كانت من روسيا بتوسيع الحملة وإدخال العامل الأرض في القوات البرية، أعتقد هو يعني استكبوا خطأ استراتيجي. الآن دخلت هي بحرب استنزاف، أنا أستطيع أن أقول، وحرب الاستنزاف مثل هذه الحروب ضد الحروب الغير تقليدية فيها مفاجآت كثيرة تكون من الطرف الآخر، يعني الحرب العصابات والحروب الشبه نظامية دائما من الصعب أن يعني تستقرئ ماذا سوف يحدث لك، فيها كثير مفاجآت استراتيجية، وخاصة أنه السلامير كان يعني يجب أن يلوم نفسه من الحقيقة تأخروا كثير، ومع تركيا الحقيقة في إقامة المناطق العازلة، ولو أقامت هذه المناطق الآمنة والعازلة للوضع كان اختلف. على أي حال هذه الآن دخلنا أعتقد الثوار استوعبوا العقيدة الروسية والصدمة النفسية أو الصدمة بشكل عام، وزي ما سمعنا دمروا حوالي 20 دبابة وصواريخ الدو، وأعتقد أن هنالك يعني لإيقاف هذا الهجوم سوف يكون هنالك مساعدة للثوار والجيش الحر خاصة لوقف مثل هذا الهجوم، ونحن دخلنا بحرب استنزاف الآن، ولا أعتقد أنه سوف يكون أي تقدم يعني بالنسبة للروس والإيرانية وكذا، يعني من الصعب جدا التقدم بها وحزب الله في هذه المناطق. ابقى معي هذا يعني بشكل عام وباختصار. نعم ابقى معي سيدي، ولكن سننتقل إلى الأستاذ الدكتور عارف عبيد. دكتور عارف، هل دفع الأوروبيون بروسيا للمستنقع السوري بعد مشكلة أوكرانيا، ولماذا دفعوا بهم بهذا الوقت؟ أولا السلام عليكم. أهلا. شكرا دكتور هشام لهذه الدعوة الكريمة وللسادة المستمعين. بالنسبة للموقف الأوروبي الآن هناك يعني اختلافات وهناك تناقضات بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. الضعف في الموقف الأمريكي أدى إلى استلام أو احتلال جزيرة شبه جزيرة القرم من الروس، وأدى إلى وصول الروس إلى أوكرانيا ومحاولة تقسيمها إلى جزئين غربي وشرقي كما كانت ألمانيا، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. هذا الضعف الأمريكي دفع بالساسة الأوروبيين إلى اتخاذ مواقف مختلفة عن الاتجاه الأمريكي. إذا لاحظنا في الفترة الأخيرة التصريحات البريطانية نجدها أكثر واقعية وأكثر تشددا تجاه الرئيس الروسي بوتين وتجاه الموقف الروسي في سوريا تحديدا. الأوروبيون يفهمون روسيا أكثر من الأمريكان، ويفهمون ما هي النوايا الروسية للوصول إلى المياه الدافئة كما يذكر الجميع، ليس فقط من أجل السباحة أو الوصول للمتوسط. دائما هناك تاريخيا هناك موقف توسعي روسي تجاه الدول المجاورة، وعلى الرغم من أن روسيا هي دولة يعني من ناحية المساحة تمتلك ملايين الكيلومترات المربعة، وإلا أن نجد الآن حالات من الفقر، نجد حالات من اليأس من أغلبية الساحقة من الشعب الروسي تجاه القيادة الروسية وتحديدا من السيد بوتين. هناك فقر شديد، هناك ضجر من ما بيحدث داخل روسيا. هذا الأمر يعرفه الأوروبيون جيدا، ولهذا السبب لن يتردد الأوروبيين في وضع سياسة عاجلة من أجل احتواء الموقف الروسي نتيجة ضعف الموقف الأمريكي فيما يحدث في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي سوريا خاصة. بالتأكيد ما يحدث في سوريا الآن هو استنزاف. الموقف الروسي لن يغير كثير على الساحة الروسية، سيؤخر سقوط النظام نعم، ولكن لن يحمي بشار الأسد ونظامه من السقوط. الآن الطائرات الروسية حسب وزير الخارجية البريطانية وحسب تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية تخصف 90% للثوار و10% فقط
فقط لداعش، وهذا مؤشر بأن روسيا دخلت إلى الساحة لمنع سقوط بشار الأسد. نعم. إذن الموقف الأوروبي مختلف تماما عن الموقف الأمريكي. بالتأكيد ستكون هناك مستجدات جديدة الآن، ولا يستبعد أن تتعاون بعض الدول الأوروبية مع بعض الدول العربية التي تملك يعني أموال وتملك أسلحة من أجل موافق من أجل التصدي لهذا الموقف الروسي، وتحديدا أذكر يعني منها دول الخليج التي يجب أن تنظر الآن إلى الموقف في سوريا من ليس فقط من المنظور الضيق وإنما من المنظور الأوسع، وأقول من المنظور الضيق بأن لا ندعم جهة معينة داخل سوريا فقط من أجل حماية مصالح قومية خليجية داخل سوريا، بل لأن الموقف الآن أصبح أكثر خطورة. هناك قوة عظمى دخلت إلى سوريا، ووجود قوة عظمى في منطقة الشرق الأوسط بجانب هذه الدول الإقليمية الضعيفة هو بحد ذاته يعتبر تهديد، وعلى هذه الدول أن تتعاون من أجل تقليصه من البداية قبل أن يتضخم ويصبح حجر أساس في منطقة الشرق الأوسط. ولأول مرة يحدث هذا في يعني في تاريخ منذ ظهور أو من الحرب العالمية الثانية، نجد الآن هناك محاولة فرض واقع روسي جديد على ساحة الشرق الأوسط. نعم. إذن القرار يجب أن يكون عربيا أوروبيا وليس عربيا أمريكيا. نعم. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى الدكتور أحمد الهواس. دكتور أحمد، ما الأوراق التي بيد تركيا للضغط على موسكو الآن؟ أهلا وسهلا بك دكتور هشام وبالسادة المشاهدين وبضيوف الكرام. يعني قبل أن أتحدث عن أوراق ضغط بيد تركيا، أنا أتكلم بصراحة بأن أي صراع عسكري ونتيجة يعني نزاعات أو حروب لو صح التعبير، سياسية مذهبية اجتماعية اقتصادية وهكذا، ويعبر عنها بالصراع العسكري. الصراع بين تركيا وروسيا صراع قديم جدا، يعني منذ سقوط القسطنطينية، أي منذ سقوط الكنيسة الأرثوذكسية، وانتقال من فيما بعد إلى موسكو. يعني أصبحت موسكو أو الكنيسة في موسكو هي التي أصبحت مسؤولة عن الأرثوذكس في العالم بعد نهاية آيا صوفيا وبيد العثمانيين، إضافة إلى الصراعات الروسية العثمانية القديمة على أراضي كثيرة، وهذا ما جعل الروس يقضمون الكثير من الأراضي العثمانية. ربما أنتم ذكرتم بأن حرب القرن قد انتصر فيها الفرنسيون والبريطانيون، هذا صحيح، يعني هم دعموا السلطنة العثمانية ضد الروس. لماذا؟ لأنه هو الحالة مشابهة لما يحصل الآن. في تلك المرحلة أخذت فرنسا وأخذت بريطانيا ميزات ما يسمى حماية الأقليات في الداخل، وهذه الأقليات كانت تحدد بالنصارى واليهود والدروز. أرادت روسيا أن تدخل على الخط بأن تأخذ حقوق وامتيازات لحماية الأقليات الأرثوذكس بين قوسين النصارى الأرثوذكس. لم تمنح في ذاك الوقت السلطنة العثمانية هذا الحق، وأيضا بضغط من الدول الأوروبية فنشأت هذه الحرب التي انتهت بهزيمة روسيا، ولكن روسيا فيما بعد عوضت هذه الهزيمة بانتصارات كثيرة. إذن الصراع ليس صراعا في الوقت الحالي، وحلم القياصرة بالوصول إلى المياه الدافئة، يعني نتحدث عن المضائق التي هي تطل عليها عمليا تركيا، وهي التي تفضي فيما بعد إلى المتوسط. وروسيا عينها على هذه المنطقة منذ زمن قديم، ورأت في الثورة السورية والأحداث التي حدثت في سوريا مدخلا لها لكي تحقق الأحلام القديمة. ولكن الروس دائما يعني أو يعني الدب الروسي بين قوسين يمتاز بالغباء، هو يأتي إلى حيث النهاية دون أن يعلم. يعني حين أتحدث عن أوراق الضغط بيد تركيا الآن، الأوراق بيد تركيا لماذا؟ لأن هي الحرب مقصود بها تركيا. الآن الصراع الذي يحدث في سوريا، هنالك ساحة مفتوحة هي سوريا. من المطلوب؟ المطلوب الرياض أنقرة. يعني الحرب في سوريا بعد تدخل هذه القوة، لم نعد نتحدث عن ثورة سوريا، لم نتحدث عن نظام طائفي ماسوني مرتبط بالشرق والغرب عميل حامل إسرائيل، لأنه انتهى. الآن أصبحت اللعبة على المكشوف، كيف أنهي التجربة التركية، كيف أنهي الحالة السعودية لصالح إيران. هذا هو الواقع. على السعوديين وعلى الأتراك أن يدركوا بأن السوريين الآن يدافعون عنهم، ليسوا هم من يمننون بإذا أرادوا دعمنا.
هم الذين أخروا انتصار الثورة السورية على السعوديين وعلى الأتراك أن يأتوا صاغرين لدعم الثورة السورية، لأن الآن ما يحدث في سوريا كما شرحت وساحة صراع مفتوحة، ولكن المطلوب رأس أنقرة، رأس الرياض، وبموافقة إسرائيل وموافقة أمريكا. أمريكا بعد تجربة داعش أصبحت مقتنعة بأن التعامل مع الكيانات الهلامية أفضل من التعامل مع الدول المحورية في كل شيء، في تجارة النفط، في تجارة السلاح، في غسيل الأموال، في كل ما تريد. يعني الآن أمريكا ترغب بتعامل مع كيانات هلامية فراغية أفضل من الدول المركزية. لا تستطيع هذه أن تفرض عليك أسعارا، لا تستطيع أن تصنع لك منظمات يعني تسيطر على تجارة النفط أو ما شابه. فهذه أصبحت سوقا مفتوحة، وهي تجربة جربتها أمريكا برؤوسنا، وهي إعادة تطبيق لنظرية الكيانات التي تحدث عنها بيريز في الشرق أوسطية، وقبل ذلك تحدث عنها بريجينسكي في ضرورة تقسيم المنطقة إلى كانتونات عرقية ومذهبية وطائفية متنازعة تسمح الكانتون الصهيوني بأن يسيطر عليها ويكون هو الأبرز. هذا هو الواقع، يعني نحن نهرب من الواقع بتفسيرات، هذا هو الواقع. الآن سوريا ما يحدث بها وهذا التدخل فيها مطلوب إنهاء التجربة التركية. لماذا؟ الغرب يدرك تمام بأن نجاح التجربة التركية، بأن تركيا كما كتب في ذلك أحمد داود أوغلو في كتابه العمق الاستراتيجي، حين تنظر إلى تركيا تجد لها ثلاث بوابات تاريخية. بوابتها القومية مغلقة من خلال ما يسمى عقبة أرمينيا، يعني لا تستطيع أن تصل ببلادها الرئيس التي احتلها سابقا القياصرة. يعني حين تريد أن تذهب إلى تركمانستان أو كازاخستان أو أوزبكستان، الدول التركية لا تستطيع أن تصل إليها لوجود العقبة الأرمينية. وإذا ذهبت إلى منبع الأتراك هو بيد الصينيين، تركستان الشرقية. إذن المشكلة أي؟ على تركيا أن تتجه إلى البوابة العربية عبر سوريا أولا، ومن ثم العراق، ومن ثم البوابة الأوروبية التي تكون عبر بلغاريا وعبر لبنان. ولا بد من إنهاء المشكلات، فجاءت نظرية صفر مشكلات التي وضعها أحمد داود صوفي، نجحوا في ذلك، تطوروا اقتصاديا، انتقلوا من 117 في الترتيب العالمي إلى الاقتصاد 16 عالميا. تركيا 2020 ليست تركيا الآن، وتركيا 2023 من الدول العظمى، يجب إنهاء هذه التجربة. ما لم يدركه الساسة الأتراك للأسف أنهم لم يقوموا بدعم الثورة السورية كما يجب، لأنهم دخلوا في نزاع آخر. هذا النزاع فرض عليهم، دعنا نكون منطقيين. العقلية التي تحكم الدول العربية ما بعد الثورات التي هي جزء من البناء الإقليمي العربي، يسيطر عليها هاجس اسمه بين قوسين الإسلام السياسي. هم يخافون من أي تجربة إسلامية سياسية، يعني بين قوسين الإخوان المسلمين. نقلوا تجربة العدالة والتنمية إلى جانب الإخوان المسلمين، وأنا شرحتها في أكثر من لقاء لي بأنه ثمة التقاءات وليست هي من بنية واحدة. ولذلك وضعوا كل ثقلهم لإنهاء التجربة المصرية، ليس حبا في العسكر، ليس حبا في العسكر، هؤلاء استخدموا أداة، ولكن حتى لا تنتقل التجربة في مصر إلى بقية البلاد. تفضلوا فمن يفضل أن يلطم نفسه بدل أن يلطمه العدو، فيهون عليه هذا اللطم، فيأتي العدو ليكمل عليه اللطمة واللطمة واللطمة حتى يضعه تحت الحذاء. هذا ما حصل. الآن هم أضعفوا تركيا أو حاصروا تركيا بعدة طرق، بذريعة حرب الأخوان المسلمين أو الإسلام السياسي، وهذا لا ينسجم مع الجوانب الاستراتيجية. كما جاءت الإدارة السعودية الجديدة تنبهت إلى الخطر الحوثي، ولكنهم دكتور الإسرائيل. دكتور أحمد، ولكنهم قال حلف الأطلسي بأن أي اعتداء على الأراضي التركية بأنه هو اعتداء على كذب. لا تصدق، هذا كذب، كذب، هذا كذب. حلف شمال الأطلسي كذب. أميته سحب الباتريوت بطاريات الباتريوت مجرد وصول روسيا، وروسيا تعرمل في الأجواء التركية، وهم يعلمون تركيا قادرة على الرد، ولكن يريدون أن يشغلوها بحرب. يا سيدي، تركيا تستطيع أن تدمر روسيا كما فعل باكستان حين دمر الاتحاد السوفيتي من خلال دعم المجاهدين. كيف تستطيع تدميرها ولديها صواريخ نووية قادرة على تدمير الكرة الأرضية 24 مرة؟
ليست الحرب في موسكو، ليست الحرب في موسكو، الاتحاد السوفيتي أنهك في أفغانستان لأن القرار الأمريكي أعطي إلى المدارس الحقانية في باكستان بالمال العربي والدعاة العرب بأن يقاتل المجاهدون الاتحاد السوفيتي ويذلوا، وهذا ما حصل. الآن لا يوجد قرار، لا يوجد قرار أمريكي، لا يوجد فتوى، لا يوجد، لا تصدق هنالك فتوى في الجهاد حصلت في العالم الإسلامي، كله كذب. هذه فتوى سياسية تخرج من البيت الأبيض ثم توصل إلى حواة بيت الله الحرام، وأنا أقولها على الهواء، لا يوجد فتوى جهادية، كذب، هي فتوى سياسية أمريكية ترسل إلى من يسوقها لنا على أنها جهاد، ونحن في جهاد طلب الآن، ونحن الآن في جهاد دفع ولسنا في جهاد طلب، ولذلك يعني يقع على الجميع. دعني أشرح لك كيف يمكن تدمير الاتحاد الروسي في سوريا لو سمحت لي. حين تنظر للتجربة التي حصلت في دخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان وكلفت الباكستان بهذا الأمر، ألم تكن روسيا تملك الصواريخ النووية التي تدمر الكرة الأرضية؟ ماذا فعلت مع الباكستان؟ ولا شيء، لأن حرب الاستنزاف من صواريخ الاستنجر وحرب العصابات أو الأشباح أو الخلايا المنحلة هو الذي أدى بالنتائج المذهلة التي أدت إلى مقتل باعتراف الروس أكثر من 14,000 قتيل و1400 حوامة وعشرات، وتركوا سلاحهم ومشوا. لماذا؟ وخطوط الإمداد أقصر، أنت تعلم أن جسر الصداقة هو الذي يعني ساعتين تكون في أفغانستان عبر الاتحاد السوفيتي، وليس الآن سوريا آلاف الكيلومترات. إذا تستطيع تركيا إن اتخذت قرارها، كالرسالة التي وصلت من خلال التاول الثوار، هي رسالة صغيرة، لكن ماذا تقول الآن أمريكا؟ تقول نحن على استعداد أن ندعم الثوار في سوريا، ولكن لا نزودهم بالمضادات، نحن نقدم لهم الإسناد الجوي مقابل قتال تنظيم الدولة. يجب أن يكون هناك قرار سوري داخل حتى يأتي من له مصلحة لدعمك. ما نذهب نحن للآخرين نقول لهم تعالوا نحن ندافع عنكم، نحن كأسنا. لا، يجب أن تصل الرسالة إلى الجميع. إذا كان الآخرون لا ينظرون أبعد من أنفهم، هذا ليس ذنبنا. نعم، ابقى ذنبه. دكتور أحمد، ابقى معي دكتور أحمد، ننتقل إلى عطوفة اللواء مأمون. سيدي، هل سحب الباتريوت من قبل حلف الشمال الأطلسي من الحدود التركية السورية انذار لتركيا زي ما سمعنا من الدكتور أحمد أنها وحيدة فعلا في المعركة؟ لا، أنا يمكن بخالف الدكتور بهذا الرأي. الحقيقة نقلوا شبكة الصواريخ البطارية باتريوت لعمليات الصيانة، يعني حتى عملة الطائرات الآن الموجودة في الخليج سوف تذهب للصيانة بعد حوالي 3 أشهر، ولن يكون هنالك حاملة للطائرات مرة أخرى. وبالمناسبة القوة المحمولة على هذه عملة الطائرات 70 طائرة بحدود 65 تساوي نفس القوة اللي نشرتها روسيا في النابقية. بس يعني المعلومة هاي، صواريخ سينجر الحقيقة في الوضع الحالي لا يمكن إعطاؤه للثوار، لأنه السماء مزدحمة بعدة طائرات مختلفة، ومن الصعب على يعني المعارض أو اللي بيستخدم هذا السلاح أن يميز بين هذه الطائرات، ممكن أن يؤدي إلى كوارث. لكن الخطأ الاستراتيجي القاتل كانت قبل ذلك، كان يجب أن يعطوا الثوار قبل عملية الانتشار هذه، وبذلك كان ممكن أن يعني يعملوا شبه منطقة عادلة أو تخفيف من البراميل القاتلة هاي اللي بيرموها الحقيقة الحرب الإبادية اللي بقوم فيها النظام الدكتاتوري على شعبه هناك. يعني برضو غريب يعني العالم كيف أصبح، أو العلاقات الدولية ومواثيق هيئة الأمم، يعني شعب بطالب بحريته من نظام دكتاتوري ومن الخلاص من داعش، تيجي دولة عظمى قديرة وترمي القنابل عليه وللمحافظة على هذا النظام. يعني هنالك في معايير كثيرة الحقيقة مزدوجة، والمصالح هنا تلعب دور كبير. اللوم لا ينفع الآن يعني بالنسبة لأمريكا أو الحلف الأطلسي. يجب القول للروس الحقيقة سوف نقوم بمناطق عادلة وسوف نقوم بحجر الطيران، ونحن جادين بذلك، ابعدوا من عن هذه المنطقة، وتكون ورقة مفاوضات ومساومة. يعني يجب عدم التخلي كليا وتقول انه انا والله ما دخلني، لا يجوز هذا. يعني لانه
يعني هذا سوف يؤثر على المصالح الأوروبية والأمريكية أيضا في المنطقة بشكل مباشر. نفس الشيء الروس، يعني أنا لا أعتقد أنهم دخلوا صحيح، بس إن يمكن السلاح ما حسب حسابهم بحرب الاستنزاف التي سوف تقوم وبدأت الحقيقة، إنه ما هي الخطة الثانية والثالثة ممكن يصيروا يدوروا على خلاص من الوضع ككل. لكن هي الحقيقة أنا بتوقع إنه يعني ذهبوا إلى المنطقة يعني بخطة محكومة ومضبوطة للحصول على أهداف بعد 4 أشهر يعني لتحقيق الأهداف العسكرية والسياسية أيضا خلال هذه 4 أشهر اللي حطوها من ضمن خطتهم. فيما لو فشلت هذه المدة الحقيقة للحصول على أي شيء، نحن في حرب استنزاف لن تنتهي، وخاصة أن هنالك يعني الحلف الرباعي اللي صار جديد هذا لتمديد الأنظمة الشيعية في المنطقة. فالوضع معقد جدا أخي هشام، ونعمل يعني الاستمرار يعني الحل الوحيد أنه الثوار يجب أن لا يلتفتوا لما يحدث سياسيا وكذا، والاستمرار في القتال لأن هي الورقة السياسية والعسكرية لهم. طب سيدي، يعني ألا تتوقع أن يحدث الآن أنها لن تسمح أمريكا بأن يدمر أو يهزم السلاح الغربي أمام الروس، وبالتالي أنت تلاحظ بأن تدمير الدبابات أصبح يوميا بالعشرات، والقطاعات هنالك تدمير واضح للقطاعات البرية للنظام، وكأن هذا التدخل الروسي أصبح وبال. يعني هنالك من يسرب يعني بموقع ديفكا ويدعو تأهرونت بأن بعض الدول العربية ستغرق الثوار بصواريخ التو دون أي تحديد لهذا الفصل، وبالتالي أنت تعلم لن يبقى هنالك دبابة، دقة الإصابة لهذا الصاروخ 99%، وبالتالي سيدفع الثمن بشار الأسد على الأرض. نعم أخي شام، أنا أوافقك 100% بما طرحت، لأنه هو هذا هو الحل الأمثل، وهذا ما يجب أن يفعل الجميع بدعم الثوار لإيقاف هذا السد. وأعتقد الأمريكان يعني والحلف راح نشوف في دعم كامل، وخاصة من الدول الإقليم أيضا، لأنه هذا ينعكس يعني ما يحصل في سوريا ينعكس على دول الإقليم وينعكس على أوروبا وأمريكا في المستقبل. لذلك سوف نرى الدعم لوقف هذا التمدد الحقيقة في المستقبل. كل الشكر والتقدير للواء الركن الطيار مأمون أبو نوار، شكرا لك سيدي. ننتقل الآن إلى الدكتور عارف. دكتور عارف، هل سنشهد تنسيقا بين السعودية وتركيا، وما هي الأسباب الموجبة لذلك؟ طبعا في عالم المصالح كل شيء محتمل. بالنسبة للمواقف السعودية في البداية كانت مختلفة جدا عن المواقف التركية، إلا أن هناك توافق الآن في المرحلة الحالية. السعودية سابقا كانت تدعم وما زالت حركات سلفية، بينما تركيا وقطر كانت تدعم حركة الإخوان المسلمين، وهذا يعني كان بالنسبة للاستراتيجية السعودية كان خط أحمر، وأنا الكل يعرف يعني الدور السعودي مثلا في تغيير النظام في مصر من وإلى من مرسي إلى السيسي. التحديات الآن تفرض واقع جديد، التعامل بين البلدين بما يمتلك كل بلد من طاقات. يعني السعودية على سبيل المثال هي البلد الأولى المنتج للنفط عالميا، السعودية هي الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وتعتبر دول الخليج الداعم الثاني ماديا للاقتصاد الأمريكي بعد الصين. إذن لدول الخليج الآن حتى هذه اللحظة القدرة على التفاوض وعلى فرض ولو جزئي على السياسة الأمريكية ولو جزئي، يعني لأن دائما القرار الكبير يأتي من إسرائيل. بالنسبة لتركيا، تركيا لها مكانة مميزة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، والتاريخ يشهد على ذلك. تركيا هي يعني خانقة كانت سابقا للاتحاد السوفيتي، وما زالت حتى هذه اللحظة بسبب موقعها الاستراتيجي. تركيا يعني تمتد لمئات الكيلومترات وتسيطر على يعني على مضايق الدردنيل والبوسفور، وأي سفينة روسية تحاول الخروج بحاجة إلى إذن من تركيا. ولهذا السبب عام 1922 عندما حاولت اليونان السيطرة على المضائق كبلد أرثوذكسية، استفاق البريطانيون لهذه الخطوة،
وتوقعوا أن تتحد اليونان الأرثوذكسية مع روسيا الأرثوذكسية، ويتم السيطرة على هذه المضايق بيد روسيا، لأن اليونان ستكون الحلقة الضعيفة في هذا التعاون. ولذلك تم التغيير في السياسة، وسمح لكمال أتاتورك بإبادة حتى اليونان يعني في مناطق إزمير وغير ذلك، بمقابل ذلك تمت السيطرة حتى هذه اللحظة على تلك المضايق. إذن لتركيا مكانة استراتيجية لا يستهان بها، والغرب لن يستخف بهذه المكانة، والغرب بحاجة إلى هذه المكانة. ثانيا هناك يعني التركية بالنسبة للأوروبيين تعتبر شريك اقتصادي قوي، وكذلك بنفس الوقت للروس. الاتفاقيات الاقتصادية بين تركيا والروس تتجاوزت 100 مليار. إذا حتى بوتين نفسه عندما يريد أن يزعج تركيا عليه أن يأخذ بعين الاعتبار نقاط مهمة جدا، بأن بوتين الآن محصور داخل روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية وبسبب هبوط النفط وبسبب الحالة السيئة للاقتصاد الروسي. هو بحاجة إلى تركيا كمخرج الآن. حتى معظم التجار الروس عندما يريدون الذهاب بسبب العقوبات يتم استخدام تركيا كقاعدة لهم الآن من أجل تحسين مواقفهم الاقتصادية. كذلك يعني أود أن أذكر يعني تركيا الآن بلد ناهض اقتصاديا، والناتج القومي التركي تقريبا يناهض الناتج القومي لمعظم الدول العربية. هذا واقع وهذا حقيقة يعني. واستطاعت تركيا على سبيل المثال بين الدول العربية وتركيا أن ترفع حجم التداول من 5 مليارات إلى 54 مليار حسب تصريحات وزير الاقتصاد التركي، وهذا الرقم يعني تحديدا حتى شهر آخر شهر من عام 2014. نعم. أود أن أذكر فقط عدة نقاط فيما يتعلق بمكانة تركيا. أيضا تركيا تستطيع فعل الكثير بالملف السوري، ولكن فتح الملف الكردي وفشل مفاوضات السلام قلص هذا الدور، وأدى إلى إبطال عملية فرض حزام أمني. ومع ذلك الدبلوماسية التركية حتى هذه اللحظة تعمل ليلا نهارا ضمن المنظمات التي هي جزء منها، على سبيل المثال الناتو. أول البارح صرح وزير الدفاع اليوناني السيد مانوس كامينوس بأن تمت دراسة الاقتراح التركي من أجل إنشاء هذه المناطق الأمنية لمنع المهاجرين السوريين يعني بسبب يعني مشكلة الهجرة، وثانيا من أجل وضع حد يعني ولو جزئي للأزمة السورية. تركيا تعمل الآن على يعني تفعيل البند الخامس من الناتو، وهذه عندما يتعرض أي بلد مثلا لأي خطر جميع دول الناتو يجب أن تتعاون وتتضامن مع هذا، وهذه شروط إنشاء هذا الحلف. حتى اليونان الأرثوذكسية التي ترتبط مع روسيا تلتزم الآن 100% بحماية الأراضي التركية. هناك أيضا يعني الأمور تتغير يوميا على الساحة بسبب الساحة السورية. داعش هي كبش الفداء، الكل يتقاتلون في سوريا باسم داعش، وسوريا انقلبت الآن إلى مستنقع استنزاف للجميع. إيران لا تستطيع الآن دعم بشار الأسد والسيطرة على الموقف كما كانت سابقا. حزب الله الآن لا يتحدث عن أي نجاحات. دخلت الآن روسيا من جديد في حرب استنزاف جديدة. روسيا لها أجندتها الخاصة، بغض النظر عن عامل النفط، بغض النظر بالتأكيد لن يكون حماية بشار كشخص هو الاستراتيجية الروسية الأولى. بشار الأسد فقط هو اللوحة الخارجية ليحصل منهم على شرعية للدخول إلى المنطقة لا غير. هناك مثلا أبعاد الموقف الروسي أيضا يعني على المواقف على الأتراك وعلى العرب أن يأخذوها يعني بعين الاعتبار. روسيا تستغل كل يعني تفصيلة وكل معلومة من أجل تعزيز مواقفها في المنطقة. حتى السيطرة على مفاتيح الأماكن المقدسة الأرثوذكسية في منطقة الشرق الأوسط تعتبر جزء من الاستراتيجية الروسية من خلال عزل اليونان الضعيفة التي ليس لديها أي قدرة على الحفاظ على هذا الدور التاريخي في المناطق العربية. الآن روسيا تحاول حتى عزل إيران رغم التعاون ورغم زيارة سليماني إلى روسيا ليقول لهم بأن بشار الأسد عاجز عن فرض واقع جديد في سوريا ودخلت روسيا، لكن تريد
أن تقدم إيران الطاعة إلى روسيا، وتريد أن يثبت بوتين بأن إيران هي دولة صغيرة وليست دولة كبيرة تفرض الشروط كما تريد، تحاول أن تأخذ المساعدة من إيران صحيح، ولكن عليها وتحاول أن تفهم الساسة الإيرانيين بأن الدور الأول الآن في سوريا هي لروسيا وليس لنظام الملالي. دكتور في إيران. دكتور عارف، طب المراقبين للوضع التركي ترى أن أمريكا تقيد تركيا بالعديد من الاتفاقيات لكونها من حلف الناتو. على سبيل المثال تركيا فشلت في إقناع أمريكا على أن تقيم منطقة عازلة من عفرين إلى عزاز، أيضا قالت لهم لا تضربوا الأكراد في سوريا ولا مانع أن تضربوهم في العراق، فضربوهم في العراق وتركوهم في سوريا. يعني ماذا تتوقع الكثير من تركيا إذا كانت هنالك خطوط حمراء وتتشدد فيها الولايات المتحدة الأمريكية؟ بين الموقف التركي والموقف الأمريكي هناك يعني جهة ثالثة تتدخل بين البلدين. هذه الجهة الثالثة هي تل أبيب. تل أبيب تلعب دور رئيسي في العلاقات بين البلدين. إسرائيل هي من تدعم البي واي دي وتقوم بتدريبه وتقوم بتقديم السلاح وتقوم بتقديم الجنود وتقوم أي معلومة يحتاجها من أجل فرض واقع جديد في سوريا أو فرض مشروع التقسيم الذي أطلق في إسرائيل منذ زمن طويل من قبل 2004، وهناك خرائط كانت تنتشر قبل هذا التاريخ في إسرائيل، وهناك شهود عسكريين في اليونان رأوا هذه الخطائط من مراكز الأبحاث الإسرائيلية من أجل تقسيم سوريا. إذن هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية. أمريكا التزمت بالموقف الإسرائيلي وهو دعم الأكراد، ولهذا السبب تم فتح الملف الكردي. الآن نجد الآن هجمات الأكراد داخل تركيا في معظم المحافظات التركية، نجد أيضا الدعم الإسرائيلي المستمر رغم ردود الفعل التركية السلبية. إذن الموقف الأمريكي مرهون جدا بالموقف الإسرائيلي، ولا بد من هنا من فتح يعني لا أقول صفحة جديدة بين إسرائيل وتركيا، لأن البلدان يحاولان السيطرة على زعامة منطقة الشرق الأوسط. تركيا بلد ضخمة، وتركيا تحاول أن تفرض وجودها كقوة إقليمية، بالمقابل إسرائيل أن تحلم بمبدأ الدولة العظمى ويعني وحدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. إذن الاقتراب من الحدود التركية هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. أمريكا هي من تضغط على تركيا، وأمريكا هي من أضعفت وهي من دمرت يعني الجيش الحر منذ انطلاقه. أمريكا هي من زرعت أشخاص ليسوا آهلين لقيادة الثورة السورية من خلال إنشاء ميليشيات معينة بعيدة عن مبدأ الجيش الحر، وعملت على تقسيم القوى الثورية داخل سوريا. وحتى يعني عندما قامت بتدريب 60 شخص وقالت بأنهم هناك سيفرضون أمر واقع جديد، أمر مضحك جدا. يعني 60 شخص هل يستطيعون الآن بعد التدريب تغيير المعادلة؟ هذا أمر يعني صعب جدا. ولهذا السبب يعني أمريكا باعتقادي لا تريد الحل للموقف السوري وتلتصق مواقفها بالموقف الإسرائيلي، ألا وهو تدمير البنية التحتية السورية الاقتصادية والاجتماعية والنفطية ووصول إلى سوريا من بلد موحدة إلى 4 أو 5 بلدان. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى الدكتور أحمد الهواس. دكتور أحمد، تفتت الاتحاد السوفيتي، فهل باعتقادك أن الاتحاد الروسي سيتفتت على الأرض السورية؟ طبعا هنالك يعني امر مهم، لو كان هناك قرار عربي الان بالاتفاق مع تركيا سيضمحل الاتحاد. لماذا؟ لان روسيا ما تراه الان هي ليس لديها اي نهضه اقتصاديه، هي افادت فقط من ارتفاع اسعار النفط، وهذا الشيء انعكس على اقتصادها، واضافه الى اعاده جارد السلاح مع بلدان كان لها علاقات بين الاتحاد السوفيتي وتسخين مناطق في العالم، إضافة إلى تجارة البغاء والمافيا غسيل الأموال وما شابه. هذه موارد الدولة الروسية التي تدعي بأنها يعني دولة ناهضة أو دولة بوتين العظمى، غير صحيح. العرب يملكون الأوراق بأيديهم بالإضافة للأتراك. يعني تأتي إلى موضوع النفط، النفط في روسيا يكلف البرميل $68 في حين يكلف السعودية $3 وفي العراق 160 سنت. وقس على ذلك، يعني يستطيع العرب الضخ في النفط حتى انزال سعر النفط إلى أكثر مما يحصل الآن، وهذا ما دفع بروسيا أن تأتي إلى المنطقة لتفرض أوراقها وشروطها على الرياض. كما قلت يعني أنا ذكرت بأن سوريا هي الآن ساحة، والمطلوب رأس الرياض رأس أنقرة،
في مقابل ذلك يعني ذكر الدكتور عارف سيطرة التركية على المضائق المهمة التي تستطيع أن تخنق روسيا، وبالتالي هناك إشكالية في تواصل روسيا مع العالم. هذا صحيح، يعني هناك مجموعة من الأوراق إضافة لاستنزاف الروس داخل سوريا، هذا الاستنزاف يؤدي إلى انهيار اقتصادي. يعني أضرب لك مثالا مهمة، هل تظن بأن أزمة وول ستريت التي حدثت في أمريكا وتبخر 6 تريليون في عام 2008 وانهيار وأفلاس بنوك كثيرة كان بسبب الإقراض والائتمان؟ غير صحيح، كان بسبب المقاومة العراقية التي استنزفت أمريكا داخل العراق وأدت إلى تفاقم مشكلات كبيرة، وهذا ما أدى إلى أن يعني أحد زعماء الأفارقة يقول أتحدى أمريكا أن تغزو بلدا أفريقيا جائعا بعد تجربة العراق. هذا ما أدى إلى الانسحاب الأمريكي وفقط النظر إلى تسخين مناطق هنا وهنا دون أن تتدخل أمريكا بجنودها، بل تستعين بجنود آخرين أو أنها تقف على التمويل المالي لتفعل شيئا في السماء من خلال الطيران. هذا ما حصل لأمريكا، وهي أمريكا ليست روسيا. يعني روسيا لا تقارن، يعني الفيل والنملة حين تقارن روسيا ببساطتها وتقنيتها المتخلفة وسلاحها الغبي الأعمى بتقارنها بأمريكا. وانظر ماذا حدث لأمريكا بعد غزو العراق. إذا كانت أفغانستان هي من نهدت السبيل لتفكك الاتحاد السوفيتي، أنت تعلم أن الاتحاد السوفيتي خرج من عام 89، في عام 89 بدأت أوكرانيا بمطالبة الانفصال، ثم امتدت هذه المطالبات لأن تفككت الجمهوريات 15 الروسية، وليس هذا فحسب، بل تفككت جمهوريات اشتراكية، بل تفكك الكيميكون، بل تفكك حلف وارسو. يعني العملية كانت يعني كأحجار الدومينو. الآن الأوراق بين يديك، روسيا عندك في المنطقة تستطيع أن تستنزفها. ذكر اللواء مأمون بأن منع السلاح كان خطأ منذ البداية، سلاح النوعي المبادل للطيران، أما الآن فبسبب ازدحام السماء. نحن نعلم بأن إذا أرادوا دعم الثوار نحن نعلم يذهب لمن هذا السلاح، إلى الجيش الحر. نحن لا نتحدث عن المناطق التي يقصفونها ويدعون أنها تحت سيطرة داعش، ونحن نعلم أنها تقصف المدنيين. يعني بإمكانهم إعطاء الثوار للجبهة الجنوبية، للجبهة الشمالية، لكن بوجود يعني دعنا نتكلم بكل وضوح، هنالك فصائل للجيش الحر أو لمقاتلة النظام منذ البداية وضعتها أمريكا على قائمة الإرهاب ولا تريد أن تتعامل معها، في حين أغفلت حزب اللات والفئات الطائفية التي تأتي من خلف الحدود وأيضا الشبيحة وجيش النظام. ثم ما هو المبرر لمجيء روسيا الآن؟ لو ذهبنا إلى الموضوع قانوني، روسيا كيف جاءت إلى سوريا بطلب من بشار الأسد؟ هل بشار الأسد رئيس شرعي؟ وليس رئيسا شرعيا. حتى تتم دخول قوات من دولة إلى دولة أخرى لمحاربة إرهاب أو ما شابه كما يسمونه، لابد من آلية قانونية يعترف بها القانون الدولي. الحكومة في سوريا هذه غير شرعية، والدخول هذا غير شرعي، وهذا احتلال، لكن لأن الكتلة العربية في الأمم المتحدة لم تتحرك ليس لهم أي أهمية، بل هم راضون. يعني قسم كبير من العرب راضون، وهنالك دول على استعداد أن ترسل جيوش الآن لتقاتل مع الروس. هذه حقائق يجب أن لا نهرب منها، ولكن إن اتخذ القرار، ولن يتخذ هذا القرار، أظن بأن القرار ربما سيأتي يعني من دولتين فقط لدعم الثورة السورية الآن، وهذا بالدفع القهري ليس حبا بالثورة السورية. من هما الدولتين؟ وليس فقط السعودية وتركيا. نعم طيب. السعودية مصلحتها في حربها الخفية في النفط مع الروس، تعلم تماما بأن الروس على تحالف كبير الآن مع الحلف الشيعي في المنطقة، وهذا التحالف ليس جديدا، هذا الآن ليس الموضوع الذي يمكن أن نتحدث فيه عن الموضوع العقدي، هذا تحالف قديم ليس الآن. الآن مجيء الروس يذكرون بمجيء التتار الشيعة إلى المنطقة حتى نكون منصفين، ومن نفس الفئة. لكن حين نتحدث الآن عن روسيا عينها على الرياض أنقرة، هنا النفط وهنا المضائق وهنا العقبات التي تمنع وتحول دون التضخم روسيا في المنطقة. وأنت تعلم والجميع يعلم بأن حرب أفغانستان ما كانت لاحتلال أفغانستان ودعم باب الكارمل، غير صحيح هذا والآن هذه منشورة، يعني فضائح بأن الروس كانوا متجهين أصلا من خلال أفغانستان إلى إيران الشاهنشاهية ووصولا إلى الخليج. هنا أمريكا
قبل أن يعني أمريكا تدير اللعبة في العالم، تدير العقول، تغسل العقول، سارعت إلى إسقاط نظام الشاه ومجيء خميني الذي رفع شعار الشيطان الأكبر لتنطلي اللعبة على الدب الروسي في ذاك الوقت. هذه حقائق يجب أيضا أن نضعها في سياقها الطبيعي. السعودية إذا ما اندفعت لدعم الثوار، وأنا أعتقد بنسبة 90% لأن السعودية ستدعم الجيش الحر وكثير من الفصائل، ليس حبا بالثورة السورية وليس رغبة بانتصار الثورة السورية، وإنما دفاعا عن نفسها في سوريا ولا سيما في سلاح النفط. وأقول لك بأن سلاح النفط الآن أمريكا لم تعد هي أمريكا عام 43 حين وضعت السعودية حليف استراتيجي وجددت معها المعاهدة منذ مدة. وأنت تذكر حين قام هتلر بقصف جدة في الحرب العالمية الثانية، سارعت أمريكا إلى حماية السعودية، واستمر استمرت هذه الحماية حتى تجديد المعاهدة قبل عامين. لكن الآن السعودية تدرك بأن أمريكا يمكن أن تتعامل مع فئات أخرى في مجال النفط، ويمكن أن تفرق بالدول التي هي حليفة لها بمقابل مصالحها. هذه أيضا مجموعة من الحقائق. تركيا تدرك بأن التجربة التركية الآن معرضة للانهيار إذا ما اعتمدت على حلف شمال الأطلسي. حلف شمال الأطلسي لن يحمي تركيا. لماذا؟ لأن تركيا حين كان يحميها حلف شمال الأطلسي كانت قاعدة متقدمة للوقوف أمام المد الشيوعي. الآن لم يعد هنالك مد شيوعي، لم تعد هنالك حربا باردة، أشياء كثيرة تغيرت. هنالك مجموعة من المصالح، هذه المصالح يحاول أن يقتسم يعني جزء منها بعد الأمريكان ما يسمى دول البريكس، وعلى رأسها روسيا وبقية الدول المتحالفة معها. دكتور، لكن أمريكا دكتور أحمد ابقى معي إذا تكرمت، فقط نود أن نستمع إلى ملحوظة من الدكتور عارف. دكتور عارف، قبل أن نستمع للملحوظة، هل يمكن أن يحدث مواجهة عسكرية بين الروس والأتراك؟ من الصعب أن تحدث مواجهة عسكرية بين الروس باعتقادي والأتراك لأسباب كثيرة، كما ذكرت لكم سابقا حجم التعاون الاقتصادي بين تركيا وروسيا كبير جدا، وأذكر كم يبلغ فوق 100 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، الآن تشرف روسيا على بناء 4 محطات نووية في تركيا ذات أهمية استراتيجية، وتدر على روسيا أيضا مبالغ ضخمة جدا. إذا روسيا تحصل من تركيا على فوائد اقتصادية كبيرة أكثر منها في سوريا، ولهذا يعني الآن هناك مبارزة في عملية المصالح في سوريا، ولهذا السبب لا نستطيع الوصول فقط للإجابة إلى الحرب ونسف كل شيء تم بني عليه من خلال التواصل بين حكومة أردوغان وروسيا. هذا إلى بالنسبة لجوابكم الكريم، ولكن أضيف أنا ملحوظة بسيطة إلى زميلي الدكتور أحمد الهواس. رغم سوء الموقف إلا أن هناك أمور كثيرة تستطيع المعارضة السورية أن تقوم بها. هذه على المعارضة السورية أن تعلم بأن أعداء بوتين في الداخل هم أكثر منهم في الخارج. بوتين الآن انقلب من رئيس ديمقراطي إلى رئيس ديكتاتوري يسيطر على السور على على روسيا، ويحاول تغيير ما بنيت عليه روسيا بعد انحلال الاتحاد السوفيتي. هناك وقائع تستطيع المعارضة السورية أن تستغلها من خلال التواصل المباشر مع المعارضة السورية التي تكره بوتين وتحاول أن تتخلص من هذا الانفراد السلطوي. ويجب أن تعلم المعارضة السورية بأن روسيا بلد قابلة فعلا للانفجار اجتماعيا في أنه لحظة. فقط أنا ذكرت لكم أستاذ هشام قبل أسبوعين بأن مستوى الفائدة في روسيا بالنسبة للمواطنين الروسيين الذين يحصلون على القروض كان 49%، هذا الأسبوع وصل إلى 69%. يعني من يحصل على قرض 1000 دولار عليه أن يدفع 1690، وهي أعلى فوائد بالعالم. إذن إن دل هذا على شيء، دل على يعني سوء الوضع في روسيا. ثانيا، هناك الأقليات في روسيا على المعارضة أن تظهرها للمجتمع الدولي لكسب الرأي العام العالمي والرأي العام الروسي أيضا، الذي لا يعلم شيء عما يحدث في روسيا، لأن آلة الإعلام الروسية الخاصة بوطن تغطي
عليهم وتجعلهم لا يعرفون ما يحدث من جرائم تؤخذ يعني ترتكب من قبل الطيران الروسي. على سبيل المثال أذكر فقط لك نقطة، تأجير أراضي تابعة لأقليات البوريات الروس وهم مناطق جانب سيبيريا إلى الصين، وتعتبر هذا عمل بالنسبة عدائي بالنسبة لهذه الأقليات، يحاول يعني إبادة هذه الأقليات من خلال السيطرة عليهم وإدخال عنصر ثالث على أراضيهم. الآن المسيطر على المعارضة السورية أن تعلم بأنه رؤساء الأموال وأصحاب البنوك وليس الشعب الروسي. إذا طريقة التعامل مع الملف الروسي يجب أن تختلف. روسيا ليست بوتين، بوتين مرحلة ديكتاتورية مرحلية، وعليها أن تتعاون مع جميع العناصر الروسية التي يمكن أن تتفق ويمكن أن تدعم نضال الشعب السوري. شكرا. نعم، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عارف عبيد والأستاذ الدكتور أحمد الهواس واللواء الركن الطيار مأمون أبو نوار. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندسة سلام المساعدي والزميل مهند دكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.